اي من زباغي وين وصلت القضيه نتاعكم؟ والله هو ماهوش قرار فردي من أيمن الزواغي رئيس المكتب الإعلامي، هو قرار من يعني المكتب التنفيذي الكل لحزب العريضة الشعبية الحرية والعدالة والتنمية. بالنسبة لنا اللي اتفقنا من الأول كانت المسعى أنه نمشيه مباشرة إلى دعوة قضائية استعجالية أمام المحكمة الإدارية، لكن بما انه توا قلنا والله شوف فتره نتاع عيد وفتره نتاع واحد بالحق راه خاطر احنا نمشيو بالاخلاق قبل كل شيء في السياسه. بطلتوا على العيد؟ لا 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 لا، قلنا نمشيو عن طريق عدل المنفذ ولا غيره، نبعثوا لهم تنبيه ونشوفوا كيفاش يعني نعملوا مساعي حميده ان النجمو اللي يحب يرجع مرحبا به. يرجع معك يعطيك الصحه، مرحبا به، واذا كان الرجوع عن الخطا خير من التواصل فيه والاستمرار على ذات الخطا. لكن يعني اللي شفتوه هنا تواترت الاحداث وغيره والاخوه معناها النواب بداوا يساعدوا وبدا التصعيد وغيره. احنا بالنسبه لنا من حقنا انه نرفعوا دعوه قضائيه كيف من حقهم. اللي شفناه انه اللي قاموا به هي جريمه في حق الناس اللي انتخبوه، جريمه في حق الشعب التونسي، جريمه في حق الثوره التونسيه، لانه اذا كان احنا يعني ترشحنا في الانتخابات راه ما ترشحناش على يعني اسماء ولا غيره، ترشحنا على برامج انتخابيه، برامج نتاع احزاب، الناس اللي صوتت الاحزاب ما صوتتش الاشخاص. ايمن وصلك الرد نتاعهم؟ قالوا في اكثر من وسيله اعلاميه اللي هما يعتبروا انه العريضه الشعبيه زاغت على البرامج نتاع الحزب، وانه رئيس الحزب تحديدا بعد على البرامج الموجوده عندكم في الحزب، وبالتالي قرروا انهم ينسحبوا من العريضه الشعبيه. هذا ردهم بطبيعه الحال. احنا بالنسبه لنا فما شكون اللي انشق عن الحزب؟ نجح اليوم للوندمان انشق. ايوه كيفاش يعني اذا بعد الحزب على المسار نتاعو ما فهمش فما وكيفاش عبيد باهي هيك تحكي على الاشخاص هذوما خاصه اللي يتحدث تي هما اتصلوا بالاتحاد الوطني الحر وخذوا عضويه فيه ومن بعد انسحبوا من الاتحاد الوطني الحر ومشاو للحزب البحري جلاس وفيهم شكون مشى الحزب نديه تونس. يا اخي اخي ولات ميركاتو نقل ومشي ويجا يعني شراءات نواب تتشري وتتباع يعني والله بالحق مهزله اخلاقيا وحتى قانونيا، لانه بالحق فما عقد وفما عقد وفما كاينك انت اعطيت عقد كفاله ولا يعني كاينك خذيت ما عرفش وكاله يعني انك انت وكلوك الناس على انك باش تدافع على مصالحهم باش تدافع على البرنامج هذايا، كان قدامهم عندهم برشا خيارات هم انت اختاروا الحزب هذايا انت باش من بعد انت تمشي تنتقل الى حزب اخر. شنو معناها هو المطلب من أخرى من خلال أيوة. تقول لي انت فما شكون يقول لك راني مشيت لاني نداء تونس على خاطر البرنامج الانتخابي احسن من برنامج العريضه الشعبيه. أيوة. هو نداء تونس لم يعلن عن برنامجه المستقبلي الى اليوم، لا اقتصادي لا اجتماعي لا غيره. أيوة. يعني هو عنده توجهات عامه لكن ما عندوش برنامج، من حقه هو يصيغ برنامجه وقت اللي يحب ويعلن وقت اللي يحب، لكن انت تقول راه برنامجه خير فما مغالطه في الحكايه هذه. انك تمشي للبحر الجلاسي الذي يتحدث عن عصر ما قبل الجاهلية حتى ما قبل البداية يمكن وقت الإنسان كان عايش ويعمل يعني أنت تجي تحكي لي بالحق يعني ولينا نحكيه على إنسان يحكي على ختان الفتيات وعلى زواج القاصرات 13 سنة ويحكي على تعدد الزوجات وقنطرة بين تونس وإيطاليا ويحكي لي على خبزة بمية ونعرس بخمسة ليت.